هذا سائل يقول: من يقول لا إله إلا الله لكنه يدعو عليا والحسن والحسين، هل يكون مسلما أم مشركا؟ مشرك، لأنه ناقض لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان، هذا مناقضة للا إله إلا الله، فلا تنفعه لأنه ناقضها بالشرك. نعم.